والله ما تنور تقول لي والله ما تنور اه من بعيد وجد بيه بارك اي خلصت خلصت قالوا الحاج محمد زوجي قالوا لي حب لك راسك حب لك راسك قالوا احنا ما حنا نعطي ما حبش يا انا ما خليت هذا وين جيت هو ماشي بال في الكرو وحده اه ماشي بال وحده في الكرو حتى فايد قال له مقدور قال له الحاج محمد اروح اروح في الحاج اروح جاب في قاعد قال له جيب لي سبرايت دخل عليه جاب له سبرايت شربها جاب مقدور زاد 1000 قلت له 3000 تاعنا و 3000 تاع سيد انت المسير قال له زيد و تاع سبرايت اه قال له سيد هذه اربعه قال له 500 دولار المقدور انا اللي نخلص الشرب تاعك هو طلع والله تخلصها من عندك تقول له ولادي صح انا خلص لا صح الشابات عمي خلص بابا شكبر انت مش بغي شكبر الله يرحمه قالوا لي جان قالوا لي جان على حسب الدوكتور جان قالوا انا قلت كيف هدول حجمو زيان جان لا مرة كنت مجمع انا وياه واحد جا قال له نقول لك حاجه تاع صدام اليوم طيحوا 9 شيران قال له كمل 10 وريح شرب قهوه كمل 10 قال له وريح شرب قهوه عمر قلت له روح دور دور تونس كان الشاشة قد قال لي ادار بقى الروح اروح وصلنا حتى العاصمة وفتنا حتى بيزرت جينا راجعين في العاصمة دخلنا الفيزيني سمح التريكو عجبه غير كيما هكا قال لي هذه مليحة هات عشية هيا ابدي والحار جهنمة ما كل شيء حار جهنمة ما كل حار تريكو عليك لبسة يسوع شغل بيدي بيشيكي لبسة ابدي حتى عشر واحد تعلينا حنا نردو حتى قال لي اروح اشتاول قال لي عندي تريكو تريكو من بعد هنايا ولا هنا كاش حرجت ودو كي يقروا يقدروا هذا مقص نقاط نقاط عوصا هذي لا دي غدو فيها انا الحل اولا لك فكرة اه يتعب الصحكي بقى يتعب الصحكي بقى يتعب الصحكي بقى يتعب الصحكي بقى يتعب مارك
اخبارك كيفك؟ حمو مينك حالك هاي ارفض بصح ما ماناش حاسين لا عارفك تي انا يعرفني يعرفني انا قلت له يعرفني من كنت راح نطلع هذا قال لك الحج معك حج كريك انا بتو نروح لا 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 هاي حمو يا حمو تبي نروح معك هذه يا سلام هاي خير جاو ولد اختي قال لي راه في الحاج محمد والجماعه قالهم تما كل هذا يبقى المعوقين داهم ما يخاف جابوا بالملياني وجابوا علام جابوهم كاع جابوا علام مولاي مسكين بالملياني احمد مولاي مولاي علام علام مولاي الكروسه اللي السوق هذاك هذا خرج الحج والسوق هذاك كان عشنا في العباسة جابوا قلنا له الغايطة جينا أصحابنا لو كان أدخل أحسبوني خير نروح شوية برد قبل شوية جينا سيدين أنيا يرك شوية شوية رك هارك تشبع نادى الحاجة جينا من في سيمانة ونهضروا على البروغرام نجوا عندكم نزوروك في سيمانة حتى اليوم المكتوب تاع مكتوب تاع حاجة ونجوا عندك حتى اليوم في سيمانة في سيمانة ونهضروا على الحاجة المكتوب والله كي دخلت قال لي مراد واحد راه ما حفظتش كل شكون قال لي ابتدائي بالسؤال كادي مش مدرج حتى ايه مش مدرج طب شويه نروح يا تم وراك رايح وراك رايح قلت له خبرها قول له وراك رايح شكون بدين؟ تبان لك بلي ما يعرفكش ساعه جاب لك النكوه تاعك الميقري والله لا جبدني بالنكوه الحاج محمد يا اخي ها وبرك ها الحاج قلت لك راني بارك على مهد يا غير هيا كيفك يا بغيت كبرته انا باغي هاني طيب طاطاش يا ودي كيف طاش اول سنه خلصت من قضيتي عندك وجه هيك اهو جاوب الاوراق مرحبا سلام ورحمة الله هلا سي الحاج روح من نعم روح هلا جابك 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 يا خوك انا صغير قريت على شي طاهر قريت على شي محمد انا كان هذا كان معايا في الصبيط العسكر هذا ولد داني شبراتي عقاميه مسكين اسمه تاع بلو ها وكان ازرق الشيخ في باب وسط ال في وسط ساحه سنتيريوز ونوضر كحلين تاع الاقليم تاع تاع الاخرين عجبني قال لي روح تفضل انا ما تخممش هل تقع كريم خرج ولا تريد؟ لا مازال لا لا يخبرك أنا قربك واه يخبرك يزن لا تصير فيك وفين
والله الحاج انا تدي في حمو واش الحاج والله لا بقات الحبه في الكبار والله الحبه تديري الى قطع هذا السوق راه زي مقبرين وما ادري نجلجلوا زي الله فيك الله فيك ها بقينا كما بيقولوا حبه في الكبار برك بقينا غير هو في الكبار ها تهلاو في الجبلين راشي باني ما راش باغي يولي شي باني راه غايدا تضرك مرانا نقول واحد قال له عمي زعف قال لك الحاج واحد قال له عمي زعف قال له الحاج راه غايب مني خايف وكل علاه قال له دمي البيت تاع قاطر ما تفرجش واحد جا فايد قال له بقدر قال له الحاج محمد اروح اروح تشرب حاجه اروح دام كي قاعد قال له جيب لي سبرايت دخل عليه جاب له سبرايت شربها جاب بقدر زاد 1000 كانت 3000 تاعنا وزاد 1000 تاع سيد جاد باش يخلص قال له جديد تاع سبرايت ها قال له سيد هذيك ربعة قال له ديتو 500 دولار قال له بقدر انا اللي نخلص شربت 1000 هو طلب قال له والله تخلصها من عندك تقول له هذه صحة خلص لا صح الشابات عمي خليته وحده يقرعكم وانتم رايحين جهه انما راح بوزيه الحاج بوزيه جهه هاك سامع بها دي الحاج بوزيه راح جهه واه بوزيه راح جهه راح لجهله ولو يبن عالي والعالي برك نقول هذاك وقت ناوي والله لا لا رجعنا اشكرك الحاج يا ولد اخبارك الحاج لاباس ميدوش ميدوش اه الشيخ ولا شريكي ها ايوا ولا شريكي انا ولد شريكي لاباس ولا شريكي كرخ سوا لاباس كرخ مدين لا لا مفاجاه هذا الشيخ مفاجاه شكون قال لي جينا لبو سروال وعجبك هذيك هنا جيري الباري ماشي بو سروال راه غلط منك واه بو سروال هو قال لي بو سروال هو قال لي بو سروال هذا دروا لي هو خاطر بعرف بفلوس على قبل ما يكونش عينهم ولا اخو ولا هو احكي لنا حي الحاج امو رجع اسكت يا الحاج خلنا عليه خلنا عليه راه مخلوع واحد العام دي ديال تونس ركات نروح بلاد الزبل ما تريح جاع نروح ندور دور تونس كان الساسون قال لي هدا ربي قال لي نروح ها روحنا